البيبي الأول الحمد لله ذكر ونواضح على السونار. هذا الجدار اللي بيفصل بين البيبيات اثنين، هذا على اليمين البيبي الأول وهنا البيبي الثاني، عبارة عن بنوتة بعمر 22 أسبوع. ما شاء الله الجهاز بيعطيني 22 أسبوع. النبض واضح، هلا نسمعه. إذا عندنا ما شاء الله حمل بتوأم. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل زوجين متاخرين عن الذريه. بطبيعه الحال ان هذا الفيديو هذا رائع جدا، يستحق المشاهده. وصلوه لي الاكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائده ويوصل لجميع السيدات اللي مازال كينتظروا بفارغ الصبر، ويا رب ترزق كل محرومه ذريه صالحه في القريب وتفرحونا جميع. اكيد ان هذه الوصفة هذه وصفة قوية، وصفة للزوجين بطبيعة الحال اللي عندهم تأخر في الإنجاب. جربوها، لربما تجيب معكم نتائج مرضية مثل هذه السيدة هذه اللي في العمر ديالها 44 سنة، مع بداية انقطاع الدورة الشهرية حملت بتوأم ما شاء الله بهذه الوصفة هذه. يعني من الاستعمال الأول، بمجرد ما استعملت هذه الوصفة كان عندها حمل بتوأم وتنشيط قوي للتبويض. بلا شك اننا جميع كنعرفوا بان فرص الحمل كتبدا تقل مع التقدم في السن، خصوصا السيدات اللي كيتجاوز العمر ديالهم 45 سنه. فهنا يعني كيبدا الهرمونات كيبداو يقلالوا من الجسم، وكذلك التبويض كيكون غير منتظم، كيكون بدايه انقطاع في الدوره. الدوره كتقدر انها تغيب وكترجع. بطبيعه الحال كل هذه الامور هذه ما كتعنيش ان السيده ما غاديش تحمل، اكيد ان فرص الحمل كتبقى موجوده، ولكن كيكون واحد الصعوبة نوعا ما نتيجة أن جودة البويضة كتكون كتبدا تقل مع التقدم في السن. الجودة ما كتبقاش بحال سيدة في عمر العشرينات. بطبيعة الحال أن هذه الوصفة هذه وصفة تقوي جودة البويضة، تنشط التبويض، وكذلك تساعد على خروج البويضات اللي كيكونوا في المبيض ديال السيدة اللي كيكونوا يعني ما كيستطعوش أنهم يخرجوا، نتيجة أن عندها السيدة واحد الخلل اللي ولا حاصل عليها مع التقدم في السن. كيبدا هذا الخلل الهرموني كيبدا يظهر على السيده والهرمونات ديالها، وكذلك في الدوره ديالها الشهريه. هاد السيده هذه بدات كتفقد الامل، يعني قالت بان مادام الدوره ديالي ما كتجيش كل شهر الا وكاين مشكل، الا وكاين هناك نقص في المخزون، الا كذلك وهناك فرص اقل لحدوث الحمل. ككل سيدة متشوقة باش تكون أم، تهي بغات تجرب وصفات طبيعية، وقالت أنا مثل أي سيدة اللي شفتها يعني في مجموعة من القنوات، يعني مجموعة من السيدات اللي كان عندهم عمر متأخر وحملوا، تهي بغات تجرب الحظ ديالها، لربما تجيب معها نتائج مرضية في حدوث الحمل والإنجاب. فقررت أنها تاخذ هذه الوصفة هذه، وملي نجحت معها تواصلت معايا وبالفعل نشرت لها الوصفة مع جميع السيدات، وبالفعل فهي وصفة قوية، المكونات ديالها رائعة جدا، ممكن أي سيدة تجربها تنجح معها بإذن الله. بطبيعة الحال مكونات الوصفة هي بذور الجزر والتمر. غادي تحضري واحد الكمية من مسحوق بذور الجزر المطحونة جيدا مع حبات التمر، ثم يتناولها الزوجان معا مدة 7 أيام في الصباح الباكر، تمرة واحدة لكل منهما في اليوم. يعني ضروري أن يكونوا واحد 7 أيام غادي تناول فيهم السيدة والزوج ديالها في الصباح الباكر تمرة واحدة لكل منهما، يعني الزوج تمرة والزوجة تمرة. يمكن الاستعمال ديال هاد الوصفة هادي 14 يوم من بداية الدورة الشهرية. غادي تكرري هاد الوصفة هادي لما حصلش الحمل في الشهر الموالي، باش يكون هناك تنشيط قوي وتزيدي تنشطي المبايض ديالك باش ينتجوا البويضات اللي مخزنين فيهم، وبالتالي خرجوا ويحصل الحمل.
وبطبيعة الحال الوصفة الأخرى اللي تهي رائعة جدا لتنشيط المبايض للنساء، يعني ممكن تجربي الوصفة الأولى للزوج والوصفة الثانية ديريها انت، يعني ماشي ضروري أنكم تديروا الوصفة الأولى معا، ممكن تديريها للزوج ديالك وانت تديري هذه الوصفة هذه وتهي فيها بذور الجزر، يعني المكون الرئيسي في هذه الوصفة هذه هو بذور الجزر. المكونات: فنجان صغير من بذور الجزر مطحونة جيدا، ملعقة صغيرة من البابونج مطحون، كوب من الماء الساخن، وغادي تنقعي المكونات مدة ساعة تقريبا، ثم غادي تشربيها مرتين في اليوم في الصباح الباكر، يفضل على الريق وفي المساء، غادي تكرري شرب هذا المنقوع يوم بعد يوم. إذا سأكرر المكونات: مكونات الوصفة المخصصة لتنشيط المبايض للنساء، المكونات: فنجان صغير بذور الجزر مطحون جيدا، كذلك ملعقة صغيرة من البابونج مطحون كذلك جيدا، كوب من الماء الساخن، وطريقة الاستخدام: غادي تنقعي المكونات مدة ساعة تقريبا، ثم غادي تناوليها مرتين في اليوم في الصباح الباكر وكذلك في المساء، يفضل في الصباح على الريق وفي المساء قبل الذهاب إلى النوم. غادي تشربي هذا المنقوع هذا يوميا، يعني يوم بعد يوم. السيدات اللي منقطع عليهم الدورة يشربوه كل يوم حتى مجيء الدورة والنزول ديالها. السيدات اللي عندهم الدورة الشهرية ولكن ما عندهمش الحمل يحاولوا أنهم يجربوها ابتداء من أول يوم لنزول الحيض إلى غاية اليوم العاشر ويحبسوا الوصفة، باش هكا إلا كان هناك يعني إبادة يحدث الحمل وتبقى البويضة ثابتة في جدار الرحم. هاد الوصفتين هادو، يعني الوصفة المخصصة للزوج والوصفة الثانية المخصصة للزوجة، فهما وصفتين رائعتين مجربتين. حاولوا أنكم تبارتاجيو الفيديو باش تعم الفائدة ويوصل هذا الفيديو هذا وهذا الوصفة هذه لجميع السيدات اللي كينتظروا بفارغ الصبر الدرية إن شاء الله، ويا ربي ما تحرم تشي أخت من نعمة الأمومة. هذا فيما يخص الوصفة اللي جربت هاد الأخت هذه هي والزوج ديالها، وبالفعل جابت معهم نتيجة مرضية ما شاء الله، بويضتين جيدتين للتلقيح وحصل معهم الحمل بسرعة. هنا غادي نعطيكم واحد الوصفة أنا اللي غنعطيها لكم لتنظيم الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش الدورة منتظمة، يعني كتقدر أنها تغيب عليهم بالأشهر، كتقدر تجيهم مرتين فقط في السنة. السيدات اللي انقطعت عليهم الدورة، السيدات اللي اقتربوا من سن اليأس المبكر أو سن اليأس بطبيعة الحال، في بعض الأحيان كيقدر يكون سن يأس مبكر نظرا لأن السيدة كتكون مازال صغيرة في السن وكتنقطع عليها الحيض بشكل مفاجئ. إذا غادي تشري 300 غرام من مسحوق بذور الجزر، ديما في بذور الجزر، هذا هو المكون الرائع جدا اللي بالفعل جميع السيدات اللي جربوه لقوا عليه نتائج مرضية. كتحضري 300 غرام أو 300 غرام من مسحوق بذور الجزر من عند العطار، غادي تغربليه جيدا، غادي توضعيه في واحد القنينة، ثم غادي تاخدي ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الجزر في كأس ماء مغلى، كتحركيه جيدا، كتخلي الكأس كي يبرد قليلا، ثم غادي تشربيه قبل كل وجبة أكل، يعني قبل كل وجبة أكل بربع ساعة تقريبا، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، والاستعمال يكون حتى تتحسن الدورة أو حتى النزول ديالها والانتظام ديالها. إذا غداومي على الوصفة حتى تلقي نتائج مرضية، وبالفعل جربيها وادعي لي لأنها فعلا وصفة رائعة جدا قوية، ممكن تجربها السيدة وتنتظم معها الدورة الشهرية وترجع لها الإبادة بشكل طبيعي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة. إلا كنتي متتبعة جديدة وعجبك المحتوى ديالي، حاولي أنك تشتركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديما توصلوا بجديد القناة. بطبيعة الحال كنعتذر على جميع السيدات اللي مازال ما جاوبتهمش على التعاليق ديالهم، ديما تكتبوا لي تعليق ديالكم باش نشوفه، وأول ما نشوفه غادي نجاوبكم أكيد. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.